مساء الخير متابعي جهاز اللايف من الكورنيش الشمالي، حياكم الله. الآن افتتاح الأسبوع الثقافي في الكورنيش الشمالي. على صعبي فين تعالوا اللي يبغى يصور عيد هذا مع رجال الجميع. طبعا اعزائي المتابعين، زي ما قلت البارح انه في عروض سيارات، في مرسم حر، وفي فنون تشكيليه قائم عليها الهيئه العامه للرياضه جيزان. الان بدايه الاستعراض. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. سعادة العميد ركن محمود محمد خليل أبو ذية مدير الشؤون المدنية بقوة جازان، أسمع تحية لرجالنا في الحد الجنوبي. طيب عندي سؤال بسيط، مين يوفر شهريا مبلغ من راتبه، مبلغ محدد من راتبه؟ أنا الفنانة التشكيلية الأولى منصور يوسف عرابي، لوحتي تعبر عن جندي من جنود المرابطين على الحدود، والدافع لي إني رسمته عشان استشهاد. الدافع اللي رسمني اللوحة على استشهاد أخوي محمد عرابي، والله ينصر المرابطين على الحدود. شكرا لجنود، شكرا للملك سلمان والمرابطين على الحدود، والله ينصرهم وان شاء الله نصرنا كلنا. السلام عليكم، اخوكم سعد سعيد، عامل من اعمالي الفنون التشكيليه اللي هو الحرم المكي. هذه الرسمه شاركت بها في معسكر الكشفي في الحج، واليوم اشارك بها في هذا المعرض. أعزائي المتابعين، هنا أيضا معرض لقوة جازان. أمن بلاد السيف تحنى من نحور. هذا هدية، هذا هدية اللي فاز يا أبويا. يلا بكل أنا مبتدا واكبر دليل امير نمت الذئب شالا، وترفيه محمد ولد نصر، وحنا محمد ولد نصر، وحنا نشهد بمارته ومسجد تحوزها في جمالها. شمن على جزاني عدو شفتهم على حد الجنوب وتدربنا على كل جديد، أغلقت حبنا علينا كفجود لم تعودنا على نجلس ما ننامي نتحكى الأرض بالنار والخاين لله. لا أهدي ولا بار سلمان الهمة. يلا 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 يلا
يا اوريا وش فيك؟ ايش فيك؟ تكسر الكساس مره ثانيه صح؟ انس انس تضربي كلي انا عم عبده. هلا كيف حالك؟ هلا والله. كيف حالك؟ عرفتني؟ لا من انت؟ اجتمعنا شبابك على مهدي جبينا السمو والسامه والميادين عز المساعف الله. شيء جميل أن تشارك أبناء القوات المسلحة في هذا المهرجان الفعال الاجتماعي الذي يصل إلى القلوب. هني فعالية المهرجان هذه شرف أن نشارك فيها أبناء القوات المسلحة حتى نثبت للمجتمع أننا قادرون على الثبات في كل المواقف. وعموما إحنا نتقدم بالشكر للمنظمين والجيزان لايف على هذا الاهتمام وعلى هذا التوثيق. وبكذا أعزائي المتابعين خلصنا معكم تغطية لليوم الأول من الأسبوع الثقافي الذي تقيمه الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان. انتظرونا غدا إن شاء الله في تغطية أخرى، وإن شاء الله بكرة يكون معنا لقاء رح نتكلم فيه عن جازان لايف على المسرح. وليلة سعيدة في أمان الله.